I told him, how about your knee and your waist pain now? كيف الآن بعد استخدامك للفطر لما زعت وكذا كيف مشكلة آلام الخصر وآلام المفاصل؟ Oh, say better now, better. My waist pain gone. ما في أي آلام في المفاصل واستطيع أن أقوم بشكل جيد. But I'm still having asthma. لكن بعد الأزمة موجودة معي أو الربو موجود معي. I told him, Geronimo is not curing asthma. فذكرت له أن الفطر الأحمر أو الريشي لا يعالج الربو. Geronimo is treating your body, you know. فهو يتعامل مع جسمك كامل يعالج جسمك كامل. Which was more important, you treat first. وإيش هناك في أولوية في الجسم؟ هيش هناك أهم حاجة يبدأ فيها الفطر داخل. You're weak in lung and you're weak in kidney. عندك ضعف في الرئة وعندك ضعف في الكلية. It's always treat the kidney first. فهو بيبدأ بمساعدة الكلية أولاً ثم يرجع. But you come to me because you see the asthma. لكن ترجعت لي لأنك فقط كنت مركز على حاجة واحدة اللي هي مسألة الرئة والربو. You don't see the kidney. لكن لم تتكلم معي عن الكلية. You take Geronimo after 1 month. وبدأت تأخذ الفطر الأحمر لمدة شهر واحد. You see your friend okay. ورأيت صاحبك صار زين. You're not okay. وأنت غير طيب. Oh, you say the product is no good. فأكيد وحكمت على المنتج كذا. The product is good. لكن المنتج هو جيد جدا. But your kidney is no good, you know. لكن كليتك هي اللي عندها مشكلة. Yeah, please continue to take. فبليز ابدأ أخذ استمر في أخذ الفطر الآن. Yeah. So Geronimo is good for everybody. فالفطر الأحمر جيد للجميع. The problem is that people take Geronimo as medicines. فالهي المشكلة في تصورك عند أخذك للفطر الأحمر. تصورك أنك هذا دواء أنا آخذه وهذا خطأ. I give you one more example. أعطيكم مثال واحد ثاني. Many many years ago. في سنوات ماضية كبيرة. One member come to see me in the office. أحد الأعضاء جاني إلى المكتب ليراني. The Wisma DX and we have three story, you know. Again. Three story. Yeah, I am at the top story. فيقول أنا كان مكتبي في الطابق الثالث. He come up with a big bag. وجاء معه كيسة كبيرة جدا. Full with Geronimo bottles. وفيها عبوات الفطر الأحمر. He put the bottle on my table. وحط المنتجات في مكتبي. He's very angry. وكان متضايق كثير ومعصب. He said, Dr. Lin, look at me. قال يا دكتور لين انظر إلي. I'm very fat, you know. أنا سمين جدا. People telling me taking your product make me slim. والناس لما أخبروني لما أخذ الفطر هذا بضعف. After taking so much product, I'm still very fat, you know. وأنا أخذ المنتجات بشكل كبير لكن بعدني أنا سمين. Your product no good. منتجاتك لا تنفع. So I told him, I asked him, you know. فسألته سؤال. My office is three story. أنا مكتبي في الطابق الثالث. You walk all the way up. ومشيت وطلعت لي إلى الطابق الثالث ما شاء الله. He said yes, I want to see you. أيوة أنا كنت أريد حقا إني أراك. Then I asked him before you take Geronimo. لكن لو سألتك قبل أن تأخذ الفطر الأحمر هذا. Can you go three story one go? تتسلق أو تصعد في السلم للطابق الثالث. Then he started to think, you know. بدأ يفكر. Oh no. قال لي لا ما كنت أستطيع سابقا. Last time half of the story only. بس كان نص المسافة وأتعب. Yeah, to catch for breath. أبدأ نفسي يقل. I see. When a people is obese. لما يكون الشخص يعني سمين جدا. The total obesity. هناك نوعين من السمنة موجودة معانا. Simple obesity. سمنة بسيطة. After taking Geronimo in 1 or 2 months, some the body slim now. فالسمنة البسيطة باستخدام الفطر في فترة أسبوعين أو شهر أو شهرين يبدأ الرجل يرجع إلى الوزن الطبيعي عادي. But most of the people when they are obese, they have this heart complication, you know. عادة بالنسبة للناس السمان يكون عندهم مشاكل في القلب. How to know this heart complication? كيف نتعامل مع مشاكل القلب هذه؟ You go up to the stair. نعطيهم في تجربة أن نخليهم يمشوا في سلم. Happy, you catching for your breath. فلما يمشي في السلم يكون يبدأ نفسه يضعف. So I am telling him. فتكلمت معه. Last time you had 2 problem. في المرة الماضية كان عندك مشكلتين. A heart problem. مشكلة في القلب. And obesity problem. مشكلة في السمنة الوزن الزائد. Now which one is more important? الآن إيش أهم واحدة من المشكلتين هذيلة؟ To streamline the body is more important or to what you call to regulate the heart. هين أهم الآن إن تضعف أو يصلح لك مشاكل القلب. So it is to regulate the heart. فقال أيوة صح مشاكل القلب الآن هي أخطر وهي أهم إنه يتعامل معها ثم يتعامل معها. I ask him be patient. فطلبت منه إنه يكون صبور أكثر. Geronimo do not treat disease. الفطر الأحمر لا يعالج الأمراض.
body. الجانودرما يتعامل مع جسمك كامل. Yeah, please take away this bottle. فلو سمحت خذ هذه العبوات معك. Continue to get it. وابدأ في استخدام الفطر مرة أخرى. After 9 months to 1 year. بعد 9 أشهر إلى سنة. Then his body started to slim now. بدأ جسمه يرجع إلى الوضع الطبيعي وبدأ yeah, وزن yeah. ينقص معه. So Ganoderma is good for all. فالفطر جيد جدا للجميع. Yeah. أحيي الدكتور ليمن أشكر على محاضرة القيمة عندي نسبة قليلة جدا من الكوليسترول عندما بدأت نسبة جدا قليلة من الكوليسترول عندما بدأت أثناء الجانودرما بدأت الجانودرما عصير المورنزي الميكروبيدي لمدة أكثر من أسبوعين وذهبت للفحص بعد أسبوعين تفاجأت بأن الكوليسترول مرتفع. هذا السؤال جاوب عليه أن ارتفع الكوليسترول مجاوب عليه. Never mind. You ask again. Never mind. We answer again. No, the same question. Sure. This type of question a lot of people will ask. طبعا شوف مثل هذه الأسئلة المتكررة دائما يسأل. إن كان نسبة الكوليسترول, his cholesterol was low. Low. After using the ganoderma and urinalysis, become high. Become high. Okay. You see, when you go and test the blood, you know, it's only half of the test. طبعا لما تروح تبحث أو تفحص الدم هذا يعني الفحص قاصر أو فحص بسيط. By right, cholesterol test, we should test tissue. ما فقط لما تكون تفحص الكوليسترول, ما تفحص الدم, تفحص الأنسجة, يكون في فحص آخر أعمق للكوليسترول. But taking tissue test is very complicated, you know. وأخذك اللي أو عملك اللي فحص هذا اللي هو فحص الأنسجة فحص معقد ومكلف. The doctor will take the blood test. فالدكاترة أو الأطباء ما يذهبوا للفحص الأصعب, يذهبوا للفحص الأسهل اللي هو فحص الدم. I give you one more story. أعطيكم قصة بسيطة. A few years ago. قبل سنوات ماضية بسيطة. One member came to see me. أحد الأعضاء جاء ليراني. He said your product's no good. قال لي إن المنتج غير نافع. After taking your product, I became a very angry man. بعد ما بديت أخذ الفطر الأحمر بديت أعصب كثير وأصير رجل عصبي. I quarrel with my wife. أبدأ كيف أتهاوش مع زوجتي. I hit my child. وأبدأ أضرب أولادي. Your product no good. فمنتجك غير نافع. Then I'm telling you, you are having liver problem. فذكرت له أن أنت أكيد عندك مشاكل في الكبد صحيح. You say what liver problem? I just have a medical checkup, no? يقول الآن قبل فترة وجيزة بس فحصت أنا ما في أي مشاكل. In the blood test, everything is okay. ففحص الدم اللي أعطاه لي كان كل شيء جيد. I told him. فقلت له. If you go to the blood test. إذا ذهبت للفحص الدم. The liver is not okay. It's too late. The liver is not okay. By the time it's already very late. إذا ظهر أن الكبد في الفحص عندك فشل معناته هذه مرحلة متأخرة. You should not wait until it is showing some cholesterol or something wrong with your liver, no? لا تنتظر لما يظهر لك أن في عندك مشكلة في الكبد أو عندك في هذه. But what can you do? بعد هذا خلاص تكون فاس طاحت في الرأس. إيش تسوي؟ Nothing can be done, no? ما ممكن نعمل أي شيء. But he do not agree. لكن هو ما وافقني طبعاً الرأي. He put the product and he go back. ورمالي المنتجات وذهب ورجع. After 1 year. بعد سنة من هذا الكلام. I come to this Q&A. جاني في طبعاً كان يعني حلقة أسئلة وأجوبة. The same person come to see me again. هذا الرجل جاء ليراني. He said, Dr. Lim. قال لي يا دكتور ليم. I have some problem. أنا عندي مشكلة. 1 month ago. قبل شهر واحد من اللقاءنا هذا. Doctor say I have acute liver cancer. قال لي الطبيب إن عندي سرطان في الكبد يعني active أو متفاعل كثير. Acute, no, very. Acute, يعني okay. كبير أو متفاعل كثير. Then 2 weeks ago. وقبل أسبوعين. He operated half of the liver is taken away. عملية وشالوا لي نصف الكبد. Then he asked Dr. Lim, what should I do now? والآن يسألني إيش أعمل الآن؟ I say you go for mega dosage. فقد ذكرت له أنه يبدأ يأخذ الفطر بكميات هائلة كبيرة. How much is mega dosage? ما هي الكميات الكبيرة هذه؟ One day you take one small bottle. ما هي الكمية الكبيرة؟ أنك تتأخذ هذه العبوة 22 جرام يومياً. He took out a calculator. بدأ أخذ الآلة الحاسبة. Calculate no. One month how much? بدأ يبحث الشهر الواحد كم يكلف. So much money. وشاف الفلوس وخاف. He said no. Totally. How much do I take? لا. يقول لي بجد كم آخر؟
I say one bottle a day. لعبوه كاملة يوميا. He asked this question five times, no. سأل نفس هذا السؤال خمس مرات وحصل على نفس الإجابة. I told him no. وقلت له. You come to see me. أنت جيت لتراني. You take me as your doctor or you take me as your accountant. أنت جاء تتقابل معي كطبيب يفيدك أو كمحاسب يحسب لك كم الفلوس. Okay, if you have money problem. You go and see your upline. We will solve your money problem to MLM. إذا عندك مشكلة مالية وكذا روح عند الشخص اللي ضمك في الشركة وبيعلمك كيف تتحصل على مبالغ من الشركة مادية. Half a ribo already taken away is very critical now. إنك يأخذ منك أو عملية وتأخذ نصف الكبد هذا ما مزاح. We to fight against the time, you know. فأنت الآن قاعد تتعامل مع أو تتعامل مع ضد الوقت أو تحارب ضد ال. الموجة الآن لأن خلاص نصف عملية خطيرة. Forget about the money. فيقول انسى المبالغ الآن. One bottle a day. تأخذ عبوة كاملة 20 جرام يومياً. Then he opened out, take one bottle on the spot. فذيك الساعة قدامي فتحه وأخذ عبوة كاملة. Now too he became our diamond, you know. والآن أصبح نجم ماسي في شركة DXN. Now very rich. والآن حتى غني كثير. Yeah, that's why these are the common thing that people are asking us. That's why you see. After taking Geronoma for the first 3 months, your blood test is not representative. لما تبدأ تأخذ عملية تأخذ الفطر الجانبية لمدة 3 أشهر المبدئية أي فحص للدم بيكون فحص في البداية غير دقيق. It becomes very dirty, you know. يكون في مشاكل عندك في الدم. Due to detoxifications. لعملية تطهير الجسم من السموم عملية تنظيف. So next time people tell you after taking Geronoma. بعد لما يجيك أي شخص يقولك بعد ما أخذت الفطر الأحمر. The urine has come out. نسبة الحمض اليوريك في الدم ارتفع معي. The cholesterol come out. أو الكوليسترول ارتفع معي. The sugar come out. أو السكر ارتفع معي. You shake hands with him. فصافحه وهنيه. Congratulations. وهنيه. It is detoxification process. عملية تطهير الجسم وتنظيف. Normally one or two months only. عادة تكون بين 2 أو 3 أشهر فقط. After that, the boy, you will have a beautiful body. بعدين الجسم يبدأ يرجع للوضع الطبيعي. Yeah, please. Yeah. About filter here. Yeah, yeah. They are asking about filter. Filter, what the filter? Yes. Either? I need the microphone. Then I They are requesting that the water filter they are having low PV okay. in Gulf and they are having high PV in Malaysia. Yeah, yeah. And they are requesting to increase the PV for water filter. Yeah, yeah. thank you very much. Should you explain this in Arabic for them? The طبعا question. السؤال هو أن نقاط المتعلقة بالفلتر الماء في الخليج تعادل 300 نقطة أو شيء بسيط وفي ماليزيا أو دول أخرى نقاط الفلتر تعتبر أعلى. ففي طلب انه يرفع نقاط المتعلقه بالفلتر. Yeah. Actually it's very costly you know, for us to send a filter to this area. طبعا يقول عندنا مكلف عمليه ارسال الفلترات من ماليزيا الى هنا. The transportation cost is very high. عمليه النقل عمليه توصيل المنتجات عمليه مكلفه جدا. The import taxes also very high. وايضا عندنا رسوم التصدير أو ضرائب التصدير أيضا عندنا مكلفة. We face same problem with Pakistan, you know. وعندنا واجهنا نفس المشكلة هذه ونفس الطلب هذا في باكستان. So now we are import a whole set to this area. دونا بدأنا في جلب الفلتر كامل إلى الخليج. So you should calculate, you know, using this thing to filter the waters in Pakistan. They make some analysis, put into the company. They can reduce the water cost by 60 to 70%. طبعا يقول في باكستان عملوا لنا حسابات دقيقة عن كمية استهلاكهم السابق وكمية استهلاكهم ما بعد استخدام الفطر والتكلفة بين هذه وهذه وغير التكلفة أو الفائدة الصحية وجدوا الناس في استفادة أو نقصت التكلفة المالية على الفرد بين 60 إلى 80% من اللي كان يدفع سابقا. So our member he formed a company for the service of water service for the company. وعمل شركة بسيطة في عملية اللي هي عملية الفلاتر والماء. You can put it into a dispensers, no? Then people put some money, then the thing is coming out for one. You can much cheaper than the mineral waters. You mean he use our DXN? Yeah. Then people fill for. Yes. Half of the price is that. طبعا هذا الرجل كان ذكي جدا راح يستخدم فلتر DXN ويعبي الماء اللي من الحنفية في غرش.
وبعدين يبيعه بسعر منخفض فاستفاد دبل ما شاء الله. So this is the first stage that you do. Maybe the PV is low. Now because of the quantity is low, no, the PV is low. الكميات أيضا اللي ترسل هي كميات بسيطة حاليا. In the future. في المستقبل بإذن الله. When our sales is more. إنما تتحسن مبيعات الفلتر. I will send from Malaysia in packs. No. فنرسل من ماليزيا بكميات كبيرة جدا. So we assemble in the Gulf. فممكن إنه يكون أقل. ال PV يزداد عفوا. So in the future that can become more PV. في المستقبل ممكن إنه نرفع النقاط إن شاء الله. But now because of the problem, no, yeah. إن شاء الله. أما الآن ما نستطيع. What's the secret for your success? ما هو سر نجاح في DXN يا دكتور ليم؟ Oh, I talking for 2 hours just now. It's the secret, no? الآن قاعد تسألني. Okay. In DXN, to be successful in DXN, there is one secret. لتكون رجل ناجح في DXN هناك سر واحد فقط. Keep it simple. Keep it simple. How do you explain in Arabic? Keep it simple. ابقي الموضوع بسيطا وسلس. Do it every day. واعمل كرر هذا الموضوع يوميا. Yeah. Give you one example. Would you like to become a millionaire? ممكن تريد تكون تصبح مليونير. How to become a millionaire? كيف تصبح مليونير؟ If you have $1 million in the bank, are you a millionaire? إذا كان عندك في رصيدك البنكي مليون ريال مثلاً واحد، هل تعتبر مليونير؟ No, you're not a millionaire. لا تعتبر مليونير. There are 3 types of millionaire. هناك 3 أنواع من المليونيرات موجودة. One is poor millionaire. واحد مليونير فقير. One is rich millionaire. واحد مليونير غني. One is super rich millionaire. واحد كيف هذا تجيبه؟ سوبر مليونير. If you only have 1 million riyal in the bank. إذا كان عندك مليون ريال في البنك. You buy 1 villa. بتشتري فيلا كبيرة. You buy 1 car. بتشتري سيارة. You send 3 of your kids to university. بترسل 3 أبنائك إلى دراسات العليا. Nothing is left. خلص المليونير. The poor millionaire. هذا هو المليونير الفقير. Rich millionaire. المليونير الغني. Must make 1 million riyal a year. هو الرجل اللي يعمل يحقق سنويا 1 million riyal عماني سنويا. Okay. If you can make 1 million a month. إذا استطعت أن تجعل كل شهر تحصل على 1 million. You're super rich. أنت المليونير الخارق. Yeah. Now, how to make $1 million a month a year? كيف تحقق 1 million في السنة؟ We have a secret, no? عندنا سر. You want to listen to the secret? تريد تسمع السر؟ Yes. Okay. Now, first thing first, we ask ourselves. أول حاجة لازم نسأل أنفسنا حاجة. How can I be a millionaire? كيف أن أصبح مليونير؟ Can I be a millionaire like Oliver, working 20 hours a day, 24 hours a day? ممكن أكون مليونير ولما يكون عندي إن الكلية أو الكبد معي يشتغلوا 20 ساعة في اليوم؟ No, you become mad. بتكون مجنون. Can become millionaire, open a small shop at the roadside? ممكن تكون مليونير تفتح لك بقالة صغيرة في الشارع؟ Not to say making 1 million. If you can make the sales of 1 million, then you're happy. No, not to say making 1 million. إذا بس بعملت مبيعات بما يعادل 1 million أنت مجنون صرت. So that is out. هذا غير مقبول. Some people say, okay, I invest to become millionaire. واحد قال لك لا أنا بستثمر لأصبح مليونير. Let's say to invest you have 10% return. طبعا إذا أنت استثمرت 1 million تحصل على الاستفادة 10% من المبلغ. You need 10 million riyal, am I right? فبالتالي إذا تبغى 1 million riyal لازم تستثمر 10 million. Do you have 10 million riyal? عندكم من عنده 10 million؟ So you go and knock at the bank. Knock, knock, knock. فروح ادق على البنوك. You say hello manager. يقول له يا مرحبا يا مدير. Can you loan me 10 million riyal? أعطيني 10 مليون تسلفوني 10 مليون. The next moment you find yourself in the street, you know. بس أصلا ما تروح وشاتك برا. So there's not a way. مو بهذه الطريقة. Not only that, you know. مو بهذا فقط. In Australia. في أستراليا. In Europe. في أوروبا. In America. في أمريكا. 50% of the people. 50% من الناس. They invest their money. يستثمرون أموالهم. In 5 years time. في 5 سنوات. They lost all their money. وخسروا جميع أموالهم. So this investment also no guarantee you become millionaire. أيضا في طريقة الاستثمار طريقة غير آمنة. So what should you do now to become a millionaire? طيب عشان تصبح مليونير ايش تعمل الآن؟ Okay, let me tell you one story.
بخبركم قصة بسيطة. Happened in the ancient Persia, the ancient Iran. في إيران في العصر الفارسي القديم. Last time, about 1,000 years ago, the Iranian king is the richest king in the world. كان ملك إيران سابقا كان ملك غني جدا. Like to play chess. Play chess. وكان يحب يلعب الشطرنج. One day, one young man came to see the king. واحد من اللي كان يحبوا يلعبوا ويقامروا بالشطرنج جاء يزور الملك. He asked the king, "King, would you allow me to play a game of chess with you?" قال تحب أن ألعب الشطرنج معك؟ He said, "Why not?" قال لي ما لا. But the young man said, "My game is different." طبعاً الشاب قال لا لعبتي مختلفة. There's 64 squares here. 64 مربع موجود في مربع الشطرنج. Then he asked the king, "Are you the richest man in the world?" فسأل سؤال للملك أو للحاكم, هل أنت بالفعل أغنى رجل في العالم؟ The king said, "Why are you asking? I have the richest man in the world." أكيد أنا رجل غني, ليش تسألني؟ كيف تتجرأ تسألني؟ Okay, if this is the case, we play the chess in this way. فقال بنلعب الشطرنج بهذه الطريقة. One cent in the first square. فحط سنت واحد أو بيسة واحدة على سبيل المثال في أول مربع. The second square you put 2 cents. وفي المربع الثاني 2 cents. The third square you put 4 cents. وفي المربع الثالث ابدأ ضاعف 4 cents. Multiply. وأيضا تبدأ تضاعف. So you say, "Oh, okay, if you can put all your money here, you win the game." إذا استطعت أن تضع أموالك يا ملك يا ملك في أموالك في هذا المربع كامل أنت تربح. So you can turn me into your slave or you can kill me. ممكن إذا وضعت مالك كله في هذا الشطرنج أنك تضاعف على بعد كل مربع ممكن تقتلني أو أكون عبد لك. But if you can put complete the game. إذا ما استطعت تكمل أو أموالك ما استطعت تغطي المربعات. What you put there is my. أي شيء مبالغ وضعته في مربع الشطرنج هو لي. علي, what is 1 cent? Let's start again. بس واحدة سنت واحد لا شيء. أوكي خلنا نلعب. With some simple mathematics, you know. Mm-hmm. You look at the last one, 64. فانظر للمربع ال 64. 2 to the power 64 is $1 trillion, no? 2 to the power 64. Oh, it's a big amount. هو مبلغ كبير جدا. The last square, no? المربع الأخير. There's 64. How about 63? How about 62? A lot of money. كان مبالغ طائلة جدا. At the end, no? The king put half of it in. Use all the money. طبعا ما استطاع الملك بأمواله الضخمة جدا أن يكمل حلقة أو مربع الشطرنج النصف ما استطاع يكمل. But he is a very clever king, you know. وكان ملك ذكي وحكيم. He do not give the money to the young man. ما أعطى المبالغ للشاب. He married his daughter to the man, the princess to the man, no. فزوج بنته للشاب هذا. Became the son-in-law. The rest of all the problem. صار هذا صهرة وحل المشكلة. This is a story told by my mathematics teacher. He claimed to be a true story. طبعا ذكر له يقول أستاذي في الرياضيات وهي قصة حقيقية. To become a millionaire, you can start with something very small. عشان تصبح مليونير في البداية لازم تبدأ من الصفر من شيء بسيط. The only thing he said is to be small, is to be simple. وأيضا لازم تكون صغير وبسيط في نفس الوقت. Because it is small and simple, you can do it every day. وإذا كان الموضوع أصلاً بسيط وسهل, فبتستطيع تعمله يومياً يومياً. If you can do it every day, then you multiply. وإذا استطعت شيء إنك تعمله بسيط وسهل وتعمله يومياً يومياً, بيبدأ النتائج تتضاعف معك. Yeah, okay. Every month, how much PV you have to maintain? كل شهر كم هي النقاط لازم تحافظ عليها؟ 300 PV. 300 نقطة شهرية. That means 10 PV per day, am I right? معناته 10 نقاط في اليوم. So can you maintain 10 PV per day? ما تستطيع أنك تحقق 10 نقاط في اليوم؟ Very simple. شيء بسيط. So you maintain 300 PV. تستطيع أن تعمل 300 نقطة شهريا. You must ask your friend to join you. ولازم تطلب من أصدقائك أن ينضموا معك. Because you have to multiply.
عشان تعمل عملية المضاعفة. Now you ask two of your friends to join you. تطلب من اثنين من أعضائك إنهم ينضموا معك أو أصدقائك ينضموا معك. Every month you ask two people to join. كل شهر تطلب من اثنين ينضموا معك. He asked two people to join. وهم نفس الشيء يطلبوا من أصدقائهم اثنين ينضموا معهم شهريا. After one year. بعد سنة. How much is your bonus? كم بيكون علاوتك من الديكسن؟ How much is your bonus? Theoretically, we talk about theory first, no? How much? كم بيكون نظريا كم بيكون؟ The day I calculate with Gigi in Dubai, it's 1.2 million dirham. 120,000 riyal a month. يعني 120,000 ريال عماني هي 1,200,000 درهم. You become a rich millionaire, am I right? بتكون رجل غني أو لا؟ Not a super rich. بعد ما You're super rich. Super rich, 1 million a month, no? طبعا تذكر معي المليونير الخالق هو مليون في الشهر. 100,000 a month is just rich. 120,000 ريال عماني شهريا يعتبر مبلغ جيد صحيح؟ Many of our top leaders, no? معنا من القادة الكبار is already in this range. يحقق هذا المبلغ الآن. People ask about our current ambassador in Philippines, Jimmy Keating. بعض الأخوان يسألوني عن السفير التاجي جيمي كيدينغ في الفلبين. How much you're making the bonus, no, in DXN? كم يحصل على العلاوة في DXN? He dare not tell people, no. طبعا ما يخبر أحد. Because Philippine security not very good. If he tell people kidnap him, no. إذا أخبروه ممكن طبعا يعمل عملية خطف أو سرقة إذا ذكر المبلغ. So his bonus one month he can buy one house. طبعا هو يذكر هذه المعادلة أن بدخل شهري من الديكسن عمولة واحدة من الديكسن يشتري بها منزل في الفلبين. So to become millionaire. لتصبح مليونير. The secret is very simple. السر هو بسيط. Stick to 300 BB. اضغط على عمرك واعمل 300 نقطة شهريا. Every month ask a friend to join you. واطلب اثنين من الأعضاء.